اهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه الاولى من برنامج الاهلي الليله، فقره مهمه جدا لان معايا فيها ضيف مهم جدا وضيف ليه قيمه كبيره في الكره المصريه وفي النادي الاهلي، كابتن اسامه عرابي. تاريخ طويل جدا مع النادي الاهلي كمدرب وكلاعب وككابتن لفريق النادي الاهلي وحتى كمدير فني. كابتن اسامه منور الدنيا. اهلا وسهلا بك يا محمد، واهلا بالساده المشاهدين، سعيد بوجودي معاك. انا اسعد بك كابتن اسامه. الله يخليك. الله يخليك. ابدا معاك طبعا بالحديث على جائزه ذا بيست الافضل في اختيارات الفيفا للاتحاد الدولي لكره القدم، وفي لغط كبير جدا، لغط ما متعلق باختيار الافضل كميسي، ولغط متعلق بمحمد صلاح سواء في التصويت الاعلام او الصحفي المصري اللي كان ليه دور في لجنه التحكيم اللي صوتت، وايضا كمان الاتحاد المصري في الاسماء اللي ارسلت. بدايه تعليقك على الموضوع بشكل عام ورد فعل حتى صلاح النهارده اللي كان سريع جدا. بدايه احسن لعيب ما بيخشش فيها بس احسن لعيب فعليا يخش فيها برضو زي ما انت اتكلمت في بدايه البرنامج، الرعاه والناحيه التسويقيه والحاجات دي مهمه جدا، ولكن الاساس طبعا انه النواحي اللي هي الفنيه وتقييم اللاعب كلاعب وعمل ايه وامكانياته هو الشخصيه الفنيه معروف يعني. فانا بالنسبه لي، ويمكن قلتها قبل الهوا، ميسي يعني في مكانة تانية خالص. يمكن السنة دي هو ما عملش حاجة كبيرة كنتائج بطولات، ولكنه هو لعيب القرن. يعني حتى في أوقات كان كريستيانو بياخد أحسن لعيب في العالم وكان بيبقى محقق نتائج رهيبة وأهداف رهيبة، ومحدش يقدر ينكر أنه كريستيانو برضو نافس ميسي في أوقات كتيرة، ولكن ميسي حاجة تانية خالص. يعني ميسي عشان حد يقرب منه موضوع صعب، زي ما أنت بتتكلم في الجيل اللي هو كان فيه مارادونا، في لعيبه كتير جدا مميزه وكويسه، ولكن مارادونا حاجه خارقه، يعني حاجه فوق المستوى القدرات الطبيعيه. نفس الشيء في الجيل، انا ما شفتش طبعا يعني بيليه، انا شفت له ماتشات معاده كده مباراه ولا اتنين. الجيل بقى اللي هو عاش بيليه يقدر يقول الكلام ده برضو على بيليه. فميسي ده يعني مش حدش يقدر يقول ان هو لا يستحق الجايزه في اي وضع، حتى لو ما حصلش على بطولات مؤثره. يعني حتى لما مودريتش خد السنه اللي فاتت ماشي، وصل نهائي كاس عالم وخد بطوله اوروبا، بس برضو انت مش احساسك جواك انه مش احسن لعيب في العالم. يعني ما المعيار اللي ادى لمودريتش مش هو نفس المعيار لو احنا بنقيس بالمعايير. انا فاهم اللي ادى لميسي. انا ما هو ما هي في حاجات، ما انا قلت لك هي موضوع بقى مش كره بس، هي الكره دي اساس اللي هو الفنيات ولكن في حاجات تانية بتخش فيها حاجات اقتصاديه ورعاه و زي موضوع دلوقتي لما بيتكلموا في كاس العالم انه يقول لك ده عايزينه مش عارف يبقوا حاجه 40 نادي 48 منتخب، او في بطوله افريقيا يبقوا يخلوا القاره الافريقيه كلها تلعب في البطوله عشان الرعاه وعشان الفلوس وعشان لا، ما هي ليها حدود برضو. فبرضو جائزه اختيار احسن لاعب فيها جزء من دي، لكن انا بتكلم على انه ميسي في وجهه نظري انا الشخصيه في اي وضع هو يستحق. يعني انت عارف، انت لو خد زي السنه فاتت مودريتش ممكن اتكلم اقول مثلا لا ده كان ممكن واحد تاني، لو خد ماني او اي حد تاني فان دايك اقول ممكن حد، لكن ميسي الله يكون في عون لعيبه العالم كلهم. يعني ده نيمار هرب من برشلونه عشان مش عارف يحط نفسه جنب مش عارف يحط رجله والله في اي جايزه يعني في اي مش بعيد، يعني الموضوع بعيد يعني. رغم ان نيمار طبعا مقصر في حق نفسه، فدي نقطه اساسيه. انا مقتنع ان ميسي هو احسن لعيب في العالم، دي وجهه نظري الشخصيه حتى لو هو ما خدش حاجه. لكن الفكره في محمد صلاح ليه حق يزعل. محمد صلاح قبل صلاح، هل عشان الجايزه الاختيار مع ميسي ما فيش حد على المستوى الهجوم اللي قدام الكفراوده قدر يحقق انجازات سواء صلاح او ساديو ماني؟ يعني اعتقد لو كان صلاح وساديو ماني حققوا امم افريقيا مظبوط ممكن كانت تفرق. لو صلاح كان خد بطوله امم افريقيا كانت اكيد هتفرق في الـ يعني كمدافع قدام ميسي صعبه. ميسي يعني قلت لك حاجه، واحد من كوكب تاني يعني، معلش يعني انا في وجهه نظري الشخصيه هو في حياته في مكانه، ومهما قلت لي بطولات او مش بطولات، الناس التانيه هايلين طبعا وناس يعني تناطح معاه زي ما بيقولوا، ولكن هو في خانه تانيه. ده بالنسبه لميسي. ماشي، بالنسبه لصلاح. لكن بالنسبه لصلاح ليه حق انه يزعل؟ هقول لك ليه حق انه يزعل. محمد صلاح اولا هداف الدوري الانجليزي السنه دي، صحيح هو متساوي مع اتنين بس هو يعني هداف وخد الحذاء الذهبي. مظبوط. خد بطوله اوروبا مع ليفربول،
كان واصل يعتبر بونت واحد نقطه واحده عن مانشستر في الدوري الانجليزي وده اعجاز. هو حظهم برده الدوري حظهم السيء انه في السنه اللي فيها مثلا ليستر خد فيها الدوري كانت الفرق كلها واقعه، يعني مش واقعه يعني انا اقصد مش مستوى البطوله. حظ ليفربول السيء ان مانشستر سيتي ابتدى موجود يعني ما هو انت ساعات برضه دي من كل البطولات السنه اللي فاتت في الدوري المحلي والكاس وكاس الاتحاد فليفربول عمل انجاز كبير وصلاح كان ليه دور مؤثر جدا. طيب لما نيجي نتكلم في التقييم، لو انت حطيت انا من وجهه نظري لو انت كصحفي او اللي هو بيختاره كمدير فني او كابتن فريق بس بيقول هو صوت باظ عشان موضوع ان شوقي غريب مش المدير ده الفني، ده المصادر كلها بتاكد الكلام ده فعلا. حطيت ميسي رقم واحد يمكن الزعل ما يبقاش كده، لكن انت حاطط ساديو ماني نمره واحد. معلش ساديو ماني ماشي هايل ولاعيب ممتاز ومن احسن لعيبه في افريقيا وفي العالم دلوقتي وله دور كبير جدا، لكن مكانته في الفرقه زيها تقريبا زي محمد صلاح، يعني مش ميسي يعني ماشي هو راجل وصل نهائي افريقيا هنا هداف الدوري مع صلاح واخد بطوله افريقيا مع صلاح شويه يا كابتن اسامه. انا فاهم بس انا بتكلم انه دي وجهه نظري الشخصيه، انك لو اديت ميسي ووراه مثلا صلاح ولا صلاح ثالث ماشي انا ممكن اقبلها، لكن انت بتدي واحد زيي في الفرقه ونفس الظروف ويعني هنقول لو ساديو ماني متفوق في نفس الدرجه مع صلاح طب يبقى اولى بقى، ما كلهم ادوا كل واحد ادى لابن بلده يعني. دي وجهه نظري الشخصيه بس. فمحمد صلاح ليه حق يتضايق؟ ليه حق يتضايق طبعا طبيعي لما واحد يكون نفسه وامله انه يتحط في مكانه معينه وبعدين يجي يلاقي الراجل اللي هو من بلده والامور قريبه يعني خالص يعني ما تقدرش تقول في تفوق غير طبيعي لماني عن صلاح تديها لماني فانت خليه رقم واحد عليا وانا الثالث، فدي برضو ليه حق انه يزعل. موضوع الانفعالي اللي هو بيتقال ان هو شال اسم لاعب منتخب مصر من التويتر من صورته يعني او من ممكن يكون حاجه رد فعل سريع، لكن محمد صلاح معروف انه راجل بيحب مصر جدا، راجل حتى هو كاتب بعديها تويتر يعني حتى هو بعديها كاتب تويتر انه فوتبول فول ليفربول محدش يقدر يخليني ماشي، بس هو بعد كده كاتب انه ما حدش يقدر يخليني ان انا ما احبش اهل بلدي ولا شعبي ولا كذا ولا هو كذا هو سريع الانفاس فطبيعي انه هيودي تويتر الثانيه بحاوله وحاطط علم مصر وراه، فطبيعي انك انت بشر يعني بيبقى متاثر شويه، لكنه محمد صلاح راجل محترم وراجل عمل تاريخ كبير لنفسه ولمصر، فيعني انا شايف انه اذا هو سريع الانفعال احيانا في مواقف هو ممكن يكون في وقت معين حاسس انه ايه عارف انت بتتوجع لما تكون من ايه بلدك وكمان انت مدي واحد قريب مني قوي يعني مش مدي مثلا واحد زي ميسي يعني، فانا شايف لازم نعذره شويه بقى. الفتره الاخيره اصلا كمان كان في حوارات جانبيه ما بين صلاح وساديو ماني طبعا هو صفوف ليفربول طبعا ما انا بقول لك حتى في بدايه الدوري الانجليزي فيعني لازم نعذره هو بشر برضه لكنه راجل يعني عمل تاريخ وصل لمرحله كبير عمل تاريخ كبير لنفسه ولمصر وراجل محترم في كل اوقات بس لازم يكون عنده ثبات انفعالي شويه ماشي دي ليك حق فيها ليك حق فيها احيانا خاصة ان موضوع ياما هيتعرض لان خاصة موضوع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتويتر والانستجرام والحاجات دي بتدخل ناس في مشاكل احيانا مش كل الناس بتحبك ومش كل الناس هتخلي الكلام اللي انت بتقوله هيبقى على نفس المستوى اللي انت بتفكر فيه او الفكره اللي انت عايز تطرحها او كلامك يتقول بطريقه معينه، فلازم يبقى الكلام موزون قوي لانه زي ما ليك يعني جماهير عريضه وزي ما بيقولوا فانز وناس بتحبك و في ناس برضو ما بتحبكش. يعني انا اعرف ناس في مصر ما بيحبوش محمد صلاح، انا اعرف ناس عن نفسي ليا ناس من اصحابي ما بيحبوش مش ما بيحبوش محمد صلاح يعني هم مش معتبرينه مثلا كذا، لا ما هو في ملايين بتقول انه محمد صلاح من احسن لعيبه في العالم ودي حقيقه
وهو اللي عملها، وفي ناس تانية بتقول لك لا. ففي ناس هتبقى يعني ما فيش حد بيسلم، فيش يعني حد ده الرسل نفسهم بيبقى في ناس معاها وناس كانت فطبيعي. فعشان كده موضوع التواصل الاجتماعي ده لازم يبقى بحساب قوي اللي بيكتب، ويمكن ناس كتير وقعوا في الموضوع ده، سواء فنانين او لعيبه كوره، المشاهير عامه او سياسيين او في الغلطه دي، لانه بقت المجال مفتوح ان اي واحد يعلق، اي واحد في لا انت عارف مستوى العمري بتاعه قد ايه، لا انت عارف ثقافته هي ايه، لا انت عارف هو بيحبك ولا لا، لا انت عارف انتمائه، الموضوع بقى مفتوح. فلازم يبقى يعني بميزان. ولذلك برضه في ناس بقول لك زي ما بتحبك، في ناس مش هتبقى حباك يعني، او مش مفضلاك يعني انت. بس هل الموضوع ده ممكن يكون ليه تاثير سلبي على صلاح شخصيا في انضمامه للمنتخب في الفتره اللي جايه؟ لا ما اعتقدش. لحظه انفعاليه، صلاح راجل يعني بيحب يعني مصر، وفي اوقات كتيره، واحنا شايفين كلنا اللي بيعمله مع اهله في 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 بلده، في بلده، واللي بيعمله في مصر عامه في كل مناسبه، وموضوع مستشفى الأورمان، لما مستشفى ال ده هو ليه دور، دور خير، ليه دور خير اللي حصل، الحادث الارهابي اللي حصل، وحصل انه تبرع ب مش عارف 3 مليون دولار او حاجه في الحادث اللي حصل في القصر العيني انا من فتره كده، من شهرين ثلاثه. فهو راجل يعني بيحب البلد وبتاع، لحظه انفعاليه، لكنه اكيد هيبقى بس موجود. القرارات كتيره يا كابتن اسامه، انا اعتقد محتاج هو يقعد مع نفسه شويه، حد ما انا قلت لك يكون قريب منه ويوصل له الرسائل دي، لان النجوميه ليها حساب برضه يعني. النجوميه بتتحسب بمعايير معينه وبحسابات معينه. مظبوط مظبوط. انا قلت لك هي التملي لو انا مش معروف او يعني انسان عادي، رد فعل الناس معايا اساسا مش هيبقى كبير، وحتى لو كبير مش هيبقى ذو اهميه لبقيه الناس. لكن واحد زي صلاح بقى نجم عالمي يعني، ويبص حواليه في نجوم كبيره بيتوجه لها انتقادات، وساعات بتوصل لامور خارج الانتقادات كمان. مظبوط. ومع ذلك لا بتسمع لها تصريح ولا بتسمع لها كلمه، لانه عارف دوره كنجم ازاي يقدر الكلمه اللي بيقولها تاثر في المجتمع بشكل عام. مظبوط. لكن اعتقد ان الموضوع هيبقى سهل، وهتلاقيه موجود ان شاء الله، وكل حاجه هتبقى بسيطه يعني ان شاء الله. اول مهم للجهاز الفني الجديد للمنتخب بقى الفتره الجايه يتعامل مع هذا الملف عشان عشان الفتره اللي جايه. طيب التشكيله المثاليه في الاتحاد الدولي اللي اختاروها كتشكيله مثاليه برضو كانت فيها اختيارات غريبه يعني، اختاروا مارسيلو ما اختاروش حتى روبرتسون الظهير الايسر بتاع ليفربول، سيرجيو راموس محطوط كظهير ايمن، يمكن الحاجه الوحيده اللي اتفقوا عليها اليسون بيكر حارس ليفربول، لانه كان احسن حارس في العالم بصراحه. ما انا قلت لك الموضوع مش بس الافضل في الموسم، في امور تانية بتخش زي ما قلت لك، النواحي الاقتصاديه، الرعاه، تاثير في ناس بتتاثر بلعيبه معينين طول عمرها، هي وحشه او حلوه، في حاجات كتيره بتدخل يعني. مش حتى في على فكره حتى لما عملوا التشكيله مثلا المثاليه هنا في كاس الامم الافريقيه برضه فيها ناس مش، وحتى لما بيدوا جايزه احسن لاعب في المباراه للاعب معين اكتر من مره، انا واحد من الناس كنت محتج عليها يعني. انا نفسي في مباريات هنا في الامم الافريقيه، مش في الاتحاد الدولي بس، والاتحاد الدولي بتحصل في الامم الافريقيه هنا في مباريات، ده في مباراه منتخب مصر نفسها، ايوه بيتقال ده احسن لاعب، وكل الناس شايفه مش هو احسن لاعب، فلان ده احسن لاعب بالظبط. خلاص بتبقى فيها حاجات كتيره يعني، مش حسابات بس، نواحي فنيه بحته يعني. ما لفتش انتباهك حاجه غريبه يعني؟ الهدافين الدوري الانجليزي الثلاثه الافارقه صلاح، ساديو ماني، اوباميانج، حكيم زياش كأفضل لاعب صاعد موجود في الدوريات الأوروبية، رياض محرز، ولا واحد منهم في التشكيلة المثالية. ما أنا بقول لك غريبة، ما أنا بقول لك هي غريبة يعني، بالذات سيبك من كل دول، بالذات صلاح، هي دي غريبة. تعمد يعني تشكيلة مثالية؟ تعمد تعمد لا ما أعتقدش تعمد، بس يعني ألف به يعني، سيبك إن صلاح ياخد أحسن لاعب في العالم، ما ممكن نتفق ونختلف يعني. زي ما قلت لك أنا شايف إنه ميسي هو رقم واحد، لكن التشكيله المثاليه بصراحه كان لازم يبقى موجود فيها يعني. التشكيله المثاليه واحد منهم حتى على الاقل يعني، واحد منهم هو صلاح، ما هو صلاح اقرب واحد يعني، هو صلاح اقرب واحد، مع احترامي لحكيم زياش، مع احترامي ممكن ساديو ماني، بس صلاح اولى يعني. طب رياض محرز واخد دوري انجليزي واخد بطوله افريقيا،
ماشي طبعا رياض محرز لعيب كبير ولعيب اثر جدا بالذات مش في يعني في الدوري الانجليزي كان احيانا بيلعب اساسي قوي مع جوارديولا تاثيره مع منتخب الجزائر هنا بالبطوله امم افريقيا طبعا كان كبير وكان هم كانوا يستحقوا البطوله وهو راجل مؤثر جدا ولكن برضو صلاح في السنه الاخيره او السنتين الاخرانيين والسنه الاخيره هو هداف الدوري الانجليزي وده اقوى دوري في العالم وراجل موصل فرقته كاس عالم وحاجات كتيره يعني فانا انا شايف انه هو اقرب واحد فيهم كان يتحط في التشكيله المثاليه هو صلاح يعني. طيب انا عايز اقول برضو خبر مهم يا كابتن اسامه يمكن لسه جاي لنا حالا. كابتن حسام البدر هيعقد مؤتمر صحفي ان شاء الله يوم الخميس الساعه 2 الظهر في احدى الفنادق لتقديم الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر. هو يوم الخميس ان شاء الله الساعه 2 الظهر. هو التشكيل بالظبط مين؟ طبعا لسه يعني كابتن حسام بدر هيعلن غدا التشكيل الجهاز المعاون اللي معاه لقياده المنتخب في الفتره الجايه على ان يكون في مؤتمر يوم الخميس بحضور اللجنه الخماسيه لتقديم بقى التصور بشكل عام. بس انا اعتقد انه في ترشيحات لكن لسه مش حاجه رسميه. ترشيحات اعرف انه في اجتماعات تمت بس لسه الاعلان الرسمي بكره. يعني ايا كان عندك طبعاً معلومه عن الناس تم الاتفاق عليها؟ انا ما اعرفش انا كل شويه بقرا حاجات على السوشيال ميديا هي كلها اجتهادات او في الصحف او كده لكن عامه مبروك لكابتن حسام البدري من الناس اللي تستحق تدريب المنتخب وان شاء الله كل الدعم والتوفيق ليه زي يعني حسام عمل انجازات كتيره سواء في النادي هنا او لما راح الهلال السوداني او في ليبيا راجل عنده انجازات وراجل محترم ومدرب كويس ومدرب كبير ايضا يعني بنقول اللي هم لم يقع عليهم الاختيار يعني واحد زي الكابتن حسن شحاته يعني بعيد عن التقييم ولكن ظروف معينه واحد زي حسام حسن اسطوره من اساطير الكره في مصر لاعبا ومدربا يعني مع مع النادي الاهلي عمل انجازات كبيره جدا مع الزمالك عمل انجازات كبيره جدا مع منتخب مصر ما اعتقدش ان في حد يعني يتعدوا على ايد الاصابع الواحده لو عدينا 3 4 لعيبه 5 عملوا ايه المنتخب مصر هيكون حسام حسن أكيد. اولهم يعني اكيد وكان ليه تجربه مع منتخب الاردن وبعدين مسك منتخب اردن ومسك مصر عامل نتائج هايله ودلوقتي مع سموحه طبعا ربنا وفقه فبرضه يعني بنقول له يعني معلش ان شاء الله ليك فرص ثانيه وربنا يكرمك نفس الشيء ايهاب جلال مدرب كويس واعد ربنا يكرمه وعمل حاجات كويسه مع المقصه لكن زي ما قلت ان كل واحد فيهم كان هيبقى ليه مؤيدين وليه معارضين لكن في النهايه تم الاختيار على الكابتن حسام وهو يستحق فنتمنى له كل التوفيق وكلنا نبقى وراه ان شاء الله يعني. طيب كابتن حسام عمل جلسات منفرده مع عدد من افراد الجهاز اللي ممكن هيكون موجودين معاه كجهاز معاون قعد مع الكابتن محمد بركات مرشح لمنصب مدير المنتخب واجتمع معاه فتره طويله شويه وقعد معاه منفردا فتره طويله جدا ثم اجتمع مع الكابتن طارق مصطفى كابتن احمد ايوب الكابتن سيد معوض والكابتن ايمن طاهر كمدرب لحراس المرمى عشان المرحله القادمه. هل هي جلسات تعارف او اعلان رسمي عن المجموعه دي اللي هتكون موجوده معاه؟ ده هنعرفه بشكل رسمي بكره ان شاء الله. بس هو الشكل العام ان هو ده بنسبه 99%. يعني هو ده يعني ما تقالش اسامي ثانيه معاهم. نتمنى لهم كلهم التوفيق كلهم ناس يعني ليهم اساميهم وليهم تاريخهم وسواء بقى حصل توافق بينه وبين اللجنه القايمه باعمال مجلس الاداره الخماسيه في ترشيحات من هنا وترشيحات من هنا لغايه لما استقروا في النهايه على هذا الجهاز فكلهم ناس افاضل ونتمنى لهم التوفيق ان شاء الله المرحله الجايه يعني. تمام اذا هو خبر مهم وخبر جديد كابتن حسام البدري اجتمع مع الكابتن محمد بركات لقياده او تواجده في منصب مدير المنتخب خلال الفتره القادمه والكابتن طارق مصطفى والكابتن احمد ايوب والكابتن سيد معوض كجهاز معاون مع الكابتن حسام البدري والكابتن ايمن طاهر كمدرب لحراس المرمى. هيتم الاعلان عن التشكيل بالكامل ثم مؤتمر صحفي لشرح معالم بقى الخطه في الفتره القادمه والتفاصيل الفنيه اللي هيشتغل عليها الجهاز الفني للمنتخب في الفتره القادمه. هيكون مؤتمر في احدى الفنادق في وسط القاهره بحضور اعضاء اللجنه الخماسيه لاتحاد كره القدم. طيب مهم جدا يا كابتن اسامه المنتخب قبل ما نخش بقى على النادي الاهلي، المنتخب عنده اجنده في اكتوبر. مهم جدا يبدا بقى يشتغل ويحضر ويبقى فيه اجنده دوليه ويلعب مباريات لان خلاص تصفيات افريقيا المؤهله للكاميرون عندنا ماتشات في شهر 11 وتصفيات كاس العالم في شهر مارس. طبعا فالوقت اتاخر قوي. مهم جدا بس هو
يعني انا عايز اقول برضو انك انت عندك قوام. انا عارف انه 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 الجماهير في مصر من الانفعال ممكن يقول لك ايه، زي ما انا بسمع وانا بقعد انا في الشارع يعني، وليا اصحابي وليا ناس وليا جماهير بتكلمني بتاع، يقول لك ايه نستغنوا عن كل المنتخب دوت لا انا بقول لك، انا بقول لك راي الناس يعني، انا بقول لك الانفعال، الانفعال بعد البطوله ما خسرناها من جنوب افريقيا في دور ال 16 والشك، الناس منفعله عايزين ينسفوا يعني ما فيش كده في الدنيا، ومش حقيقه يعني، مش حقيقه ان كل الناس اللي اتاخدت كلها لا تصلح للمنتخب لمجرد ان احنا خرجنا من دور 16 لا طبعا، لكن في جزء محتاج تعديل في الجزء، لكن انت عندك قوام على الاقل كان في 23 لاعب في المنتخب مش اقل من 16 واحد او 15 او هنقول نص القايمه 13 14 واحد منهم لازم يتاخدوا، ده طبيعي لانه ده لاعب ماتشات دوليه كتير وعنده خبرات وعنده مستوى برضه، ممكن يكون في البطوله نفسها ما كانش في نفس المستوى لكنه لعيب دولي ولعيب عنده خبرات ويبني عليها بعد كده، لكن كون ان بسمع من الناس انه لا كل الناس ما لا تصلح، هو بس هاتوا صلاح وتريزيجيه بس والباقي كله لا، ده كلام يعني صعب، ده انفعال طبعا. انت حتى لما تيجي تكون مش منتخب، هتكون فرقه من اتغير فيها 20 واحد، ده يعني بعدين هو هيروح فين؟ ما هو برضه نفس اللعيبه في الاهلي في الزمالك في لا ما هو ما انا قلت لك يعني ممكن هتلاقي 7-8 تغييرات، ممكن 10 تغييرات يعني، لكن حتى هو في الاختيارات 5-6 محترفين، ما كانش 12 زي ما كان بيتقال قبل كده، ماشي زي ما بيتم ماشي قبل كده ماشي، في ناس بحكم السن خلاص، في ناس بحكم المستوى، في ناس افضل منهم، دي وجهات نظر، لكن يعني على الاقل هيبقى في 14 15 واحد من اللي كانوا او 13 واحد من اللي كانوا في البطوله الاخيره يعني. اكيد متفائل بالبدايه يا كابتن اسامه؟ اتمنى التوفيق. انا كجهاز يعني وطني ممكن تكون البدايه افضل من مرحله جهاز اجنبي. بص خلي بالك، انا موضوع الوطني والاجنبي دي انا ما بقتنعش بيها، انا اسامه ما بقتنعش بيها كمعيار في الاختيار. ممكن جدا اجنبي يبقى افضل من وطني، واحنا اشتغلنا جوه النادي الاهلي مع مدربين اجانب افادونا جدا، سواء في 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 واحنا لعيبه كفريق او انا ساعدت ناس، في ناس اضافوا لنا جامد جدا واضافوا لنا كمدربين كمان ساعدناهم خبرات كبيره جدا، وفي ناس جم مع احترامي الكامل بدون ذكر اسامي كانوا اقل من وطنيين عاديين كمان، مش هقول لك اقل من وطنيين في المرتبه الاولى، لا ده اقل من مدربين وطنيين عاديين ولكنه هو اجنبي. ما دي برضو نقطه خطيره جدا، مش في الاهلي بس، انا بتكلم اهلي زمالك اسماعيلي مدربين كتير شفناهم يعني منتخب بشكل عام، كذلك الوطني في مدربين وطنيين ممكن يتحملوا المسؤوليه وهايلين ويقدروا يشيلوا، وفي برضو مدربين عاديين او ما يقدروش، فهي المعيار مش هو ده، مش المعيار، انا بالنسبه لنا مش المعيار وطني واجنبي، المعيار الكفاءه وهيضيف لي ايه يعني هي دي نقطه الاساسيه، لان احنا عشنا الاثنين، عشنا مدربين وطنيين عاديين جدا بالزبط. وعشنا مدربين اجانب عاديين جدا، وعشنا مدربين اجانب اضافوا لنا كتير جدا، اضافوا لنا كتير جدا، وشفنا مدربين وطنيين اضافوا لنا كتير جدا، فيعني مش هي دي اللي هقول هي دي اللي هترجح ان المنتخب بقى كويس او لا، وعندنا تجارب في المنتخب لمدربين مصريين ما نجحوش فيها، وعندنا تجارب لمدربين اجانب ما نجحوش فيها، وعندنا تجارب لمدربين وطنيين مصريين نجحوا فيها زي عفاف شحاته وجواري، تجربه ليها وعليها ايوه، وشفنا مدربين اجانب نجحوا مع المنتخب الوطني سواء في الستينات زي ما بيقولوا او مايكل سميث في 86 او يعني، فهي مش ده المعيار، لكن الجهاز كجهاز كابتن حسام رجل مدرب كفء وعنده خبرات كبيره ونتمنى له التوفيق، لانه خلي بالك برضو دي نقطه مهمه جدا، ممكن جدا ابقى مدرب كويس جدا وما وفقش في المكان ده او في المرحله دي حقيقي صح، فالناس بتقول ايه لا ده مدرب والله اصله ما نجحش هنا او ما نجحش هنا او ما نجحش، حتى في الانديه احيانا مدرب
ينجح في مكان كويس جدا ونفس المدرب يروح لمكان تاني ما ينجحش، لان هو مش بيشتغلش لوحده. بالظبط، هو بيشتغل مع مجموعه لعيبه، جهاز معاون، لاعبين منتخب، لا قبل الجهاز المعاون لعيبه. انت بتيجي ساعات، انت ما هو ده من التوفيق برضو. انت احيانا تيجي في مكان يبقى كله نجوم وكله لعيبه جامده قوي وكله ده في العالم كله على فكره، ويتقال لك حتى ده فريق الاحلام مثلا، مش ده في العالم كله، وما تعملش ما دام التوفيق للمدرب. ولا واقصد انك الامور تبقى سهله معاك، وممكن تيجي انت في مرحله معينه، يعني مثلا اللي بيمسك منتخب البرازيل ممكن جدا واحد يجي في وقت كله نجوم، زيكو وسقراط ومش عارف مين ومين، الامور بتبقى سهله بالنسبه له. وممكن يجي في وقت تغيير جلد والمستوى الكره في الفتره دي هابط وبتاع، وهو مدرب كويس وما ينجحش مثلا. يعني يعني في عوامل كتير بتساعد على النجاح، مش المدرب بس، مش المدرب بس، المدرب ده جزء من الموضوع، جزء من المنظومه، لكن لعيبه، مناخ، فلوس، يعني صح، حاجات كتيره، يعني حاجات كتيره طبعا. طيب مهم جدا كمان قبل ما نخش على النادي الاهلي، ان محتاجين نسمع رايك في الفتره الجايه في النادي الاهلي. في خبر ايضا مهم جدا متعلق باداره النادي الاهلي في المشاركه في مؤتمرات مهمه جدا كتسويق او كماركتنج او تطوير كره القدم. في فترات سابقه او خلال ايام قليله ماضيه كان في حضور مميز للكابتن محمود الخطيب في اجتماعات داخل الاتحاد الافريقي مع الاتحاد الدولي لكره القدم، ايضا وجود انفانتينو، وجود احمد خبراء كره القدم في افريقيا بحضور الكابتن محمود الخطيب. كان النادي الاهلي كان على هذا المستوى، كان ليه دور مهم جدا في هذا الشان، وحتى الانفانتينو والاتحاد الدولي ارسل خطاب شكر الى النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب لدوره الفعال والمساهمه في اراءه لتطوير الكره الافريقيه. ايضا على جانب اخر، حضور المهندس خالد مرتجي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس اداره النادي الاهلي، وجودهم ومشاركتهم في مؤتمر صناعه كره القدم في اسبانيا تحديدا في مدريد، وهذا المؤتمر ده للمره الثانيه النادي الاهلي بيحضر فيه ويشارك فيه. وياتي حضور المهندس خالد مرتجي والمهندس محمد سراج تلبيه لدعوه رابطه الانديه المحترفه لكره القدم في اسبانيا لا ليجا، وجهت الدعوه ليهم وحرصوا على المشاركه، وبالتاكيد المجلس سمح لهم للتواجد في هذا الامر ككوادر بتحضر هذا الامر في منتديات عالميه للاطلاع على احدث النظم والتجارب في صناعه كره القدم. زي ما انتم شايفين على الشاشه اهو، المهندس خالد مرتجي بيتوسط اثنين من شباب النادي الاهلي، المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس الاداره، والمهندس احمد حسام عوض لجنه الشباب ورئيس لجنه الشباب او عضو لجنه الشباب في النادي الاهلي. فبالتالي دايما النادي الاهلي مهم جدا يتواجد في مثل هذه المؤتمرات. مؤتمر صناعه كره القدم حول العالم ده مؤتمر بيشارك فيه وبيحضر فيه ممثلي صفوه الانديه العالميه حول العالم في جميع المجالات الإدارية المختلفة. منذ وصولهم في أسبانيا حرص بالتأكيد الوفد على عقد سلسلة اجتماعات مع مسؤولين بارزين في الأندية الأوروبية، سواء في ريال مدريد أو اليوفي أو أندية أخرى في القارة الأوروبية. أيضا كمان هذه الاجتماعات كانت مع مسؤولين بارزين أبرزهم إيفا سواريز مدير إدارة التطوير الأعمال والعلاقات الدولية بنادي اليوفنتوس الإيطالي. طبعا كان في مؤتمرات وفي ندوات بيتم على هامش هذا الامر، وبالتاكيد خلال الفتره القادمه وبعد وصولهم للقاهره هنعرف ابرز التجارب او ابرز الامور اللي هم ناقشوها وشافوها في هذا المنتدى العالمي ومؤتمر صناعه الكره في اسبانيا وتحديدا في مدريد. كابتن اسامه، دايما النادي الاهلي ليه دور في مثل هذه الاحداث، ودايما بيكون عايز يواكب الكره العالميه ويتواجد حتى مع الانديه الكبيره في اوروبا في مثل هذه المؤتمرات. طبعا حاجه مشرفه وحاجه لازم لابد منها. النادي الاهلي هو رقم واحد في افريقيا، بطولات كبيره جدا، من يعني لو تقاس حجم البطولات في العالم هتلاقي ناديين ثلاثه اللي تقريبا في حجم البطولات، حجم بطولاتنا بالظبط. فده طبيعي، ونتمنى التوفيق للمجموعه كلها اللي راحت حضرت المؤتمر، وده منطقي انه النادي الاهلي لازم في كل حاجه هو الرائد او السباق في كل شيء، يعني بالنسبه لانديه افريقيا يعني. والاهلي ما بقاش يتعامل مع كره القدم على انها لعبه، لا اصبحت صناعه. ما طبعا، ما هو في العالم كله كره القدم ما بقتش اللعبه، ماشي هي لعبه في النهايه، ولكنها في منظومه كبيره، وصلت لمرحله صناعه كبيره، بتتعايش مع هذا الامر دلوقتي. طبعا، فدي مهم، ده مهم جدا، ونتمنى التوفيق دايما للنادي يعني ان شاء الله. اكيد احنا بنبقى سعداء لما بنقول مثل هذه الاخبار، لان تلاقي خطاب جاي من انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، حضور مميز دايما لكابتن خطيب في الاتحاد الافريقي، ودايما كده احنا بنقولها كعنوان اساسي في اي اجتماع
كابتن محمود الخطيب والنادي الاهلي دائما في قلب الاتحاد الافريقي بيستقلعوا اراءه، رايه في المسابقات، رايه في موضوع التراخيص، رايه في موضوع التحكيم، رايه في موضوع الملاعب، كل هذه الامور بتبقى مفيده وبنبقى سعداء بيها، واحنا حتى بنمثل النادي الاهلي كمنظومه اعلاميه، ما بالك بقى بالجماهير لما بتلاقي مثل هذه الاخبار عن رموز النادي الاهلي وعن ممثلي النادي الاهلي سواء في افريقيا او حتى في اوروبا. كابتن اسامه، مباراه تكانو سبورت سبق للفريق فاز بمباراه الذهاب في غينيا الاستوائيه 2-0، وهي مباراة دور ال 32، لكن قياسك بشكل عام للمرحلة ديت مع جهاز فني جديد بقيادة ترينيه فايلر، بداية بيتعرف على اللاعبين، البدايات جيدة لأنه فاز وده شيء مهم جدا في بداية أي عمل لجهاز فني، وسبع حضرتك خط مثل هذه التجارب مع النادي الأهلي، وجهة نظرك فيها وبتقيسها إزاي عشان الجمهور برضه يسمع منك ويعرف رأيك فيها؟ طبعا كان حصل لغط شوية في موضوع لما كتير مستر فايلر، يمكن عشان كان الشكل العام الناس متخيله يعني حاجه لازم يجي حد يعني من كتر ما بتتابع الدورات الاوروبيه وحفظ الاسماء الكبيره لكن ده مش دايما يعني مش دايما بيبقى فيه نجاح يعني احيانا احنا كتير جالنا مدربين ما تقدرش تقول مغمورين يعني، لكن ما كانش السي في بتاعهم غير طبيعي ونجحوا نجاحات كبيره، واحيانا ممكن يحصل العكس زي ما انا قلت لك، في امور كتيره بتساعد مش هو المدرب فقط. فكان مهم جدا لمستر فايلر انه في بدايه دخلته على النادي انه يدخل بفوز، يعني في الثلاث مباريات اللي اتلعبوا حقق الفوز، ومنهم مباراه الزمالك اللي هي دخلة بتبقى حلوة جدا على جماهير النادي الأهلي، والعكس لو كان نادي الزمالك هتبقى بالنسبة لميتشو كده. تملي اللي بيكسب مباراة أهلي وزمالك بيبقى يعني عنده فترة بيبقى عنده فترة الناس متقبلة المواضيع منه قوي يعني بالزبط. دي نقطة الغريم التقليدي يعني أكيد. فبداية مستر فايلر في مكسبه لفرقة كانوا في إفريقيا هي جميلة ان هي بره ملعبنا، ولكن فرق المستوى هيخليك طبيعي ان تقول ده منطقي، يعني ما تقدرش تقول انه مش غير منطقي يعني عادي، لكن البداية القوية او اللي ابتدت تدي امل للناس وان في حاجة هتتعمل هو مباراة الزمالك، لانه بطولة شرفيه وبطوله فعليه اللي هي السوبر، لكن هي بطوله كمان اهلي وزمالك بطوله شرفيه بتسجل في التاريخ يعني. فمش بس كمان المكسب، هو كمان الاداء كان جيد جدا في لغايه الدقيقه 65 او قريب من الدقيقه 65، يعني من افضل الاشواط او الجزء اللي هنقول شوط وشويه اللي لعبوا من النادي الاهلي من فتره كبيره، اعتقد اخر سنتين يعني من فتره كبيره الاداء ما كانش بال 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 بالحلاوه دي، بالسرعه دي، بالاصرار ده، ويمكن انا هتكلم على نقطه الاصرار دي كتير يعني. اللعب فيه ضغط في مراحل كتيره في المباراه من البدايه من القدام يعني في المقدمه وفي وسط الملعب وحتى قفل الملعب كويس ازاي، مفيش ثغرات واضحه، كان في تركيز واصرار كبير وكره سريعه حلوه. فدي بدايه كانت يعني او بدايه مبشره جدا تطمن يعني جماهير النادي يعني. من الحاجات المهمه في اللقاء كمان انه في سهوله في الاداء، يعني كانت الكرة بتمشي سريعة جدا، رتم الأداء كان سريع جدا بعكس نادي الزمالك اللي يعني فاجئني أنا شخصيا كمان يعني فاجئ ناس كتير، كان رتم قليل قوي، إيقاع بطيء قوي بعكس الأهلي اللي كان واضح الحيوية الكبيرة جدا والسرعة والنشاط والانتشار، يعني كل مقومات الفرقة الجيدة كانت في هذا اللقاء، حتى اللي هي تعتبر مفاجأة اللقاء اللي هو جاي لما نيجي نتكلم عنه، ممكن تقول لو كنا ابتدينا كده الخطورة تبقى قليلة شوية، لكن من المباريات اللي كانت الخطورة كبيرة جدا للنادي الأهلي
في معظم اوقات المباراه، يعني جبنا 3 اجوان وضيعنا مثلا في 4-5 اهداف. وجود أربعين في المركز ده مش مفاجاه يا كابتن اسامه؟ لا مش مفاجاه، لا مش مفاجاه في ايه؟ مش مفاجاه ان اجاي يلعب هنا، ما اجاي لعب هنا مع مفاجاه انك جاي بعد اجاي من بعيد. يمكن يعني يمكن قبل كده يمكن انا قلتها او معروفه انه يعني كان ليا الشرف انا وسيد عبد الحفيظ ومستر مارتن يول ان احنا نتعاقد مع اجاي، يعني احنا اللي فاحنا عندنا كان ثقه فيه كبيره جدا، واحنا عارفين انه لعيب جامد لان هو كان بيلعب مع منتخب نيجيريا الاولمبي لما انا كنت ماسك مع الكابتن حسام البدري في السنغال، لما كان لاعب في مجموعتنا يعني في التصفيات اللي كنا عارفينه كويس يعني لعيب كويس يعني طبعا ومعروف. كان فتره هو لما لعب في النادي الاهلي في البدايه او في السنه الاولى كان ممتاز ومن احسن اللعيبه، وكنا شفنا ازاي بيلعب مع عبد الله السعيد وازاي بيسيطر على عنده استحواذ كويس على الكوره، ما بيفقدش الكوره بسهوله، بيعرف يروح يجيب جون. لكن اصابته عطلته بعدته شويه، فيمكن الواحد كان زعلان جدا لما كنا بنسمع بعض الانباء انه احتمال جاي يمشي وبتاع، كانت بتحزنني جدا. فالمفاجاه في كده، مش المفاجاه ان هو لعب راس حربه جاي من بعيد وبالمستوى الفني جاي من بعيد. اولا انت لعبت مباراه كانوا سبورت بمروان محسن في البدايه، ثم نزل صلاح محسن وجاب هدف. انا عن نفسي كنت متوقع غالبا المدربين الاجانب لما بيكسبوا فرقه ما بيغيروش فيها غالبا، يعني بنسبه 99% بالذات في البدايه. انا لسه جاي وكسبان اول لقاء ليا ورا ملعبي، ولعبت بفرويدين ما فهمش اجايه وكسبت وواحد فيهم جايب لي جون، كان المتوقع ان مروان محسن هيبتدي او صلاح محسن. هي المفاجاه هنا، مش ان المفاجاه ان اجايه لعب راس حربه، وخاصه كمان ان اجايه في الفتره اللي قبليها السنه اللي فاتت لما رجع من الاصابه وكده كان لسه اداؤه مش واضح، وكان بيلعب على فترات وينزل الشوط الثاني او ربع ساعه ما كانش. هي المفاجاه هنا بقى، دي بقى يعني التوفيق في اختيار مستر فايلر لي، وان هو يجيد بالاجاده دي يعني من افضل اجايه لعب على فكره ماتشات كتيره حلوه مع النادي الاهلي، بس دي من افضل مباريات اجايه. اولا عمل استحواذ للنادي الاهلي غير طبيعي، وطبعا هتكلم على بقيه الفرقه مش هو بس، يعني برضو قفشه واحمد فتحي ورمضان وحسين الشحات والسولية وحمدي فتحي والاربعه اللي ورا كانوا ممتازين، بس انا بتكلم لما دخلنا في موضوع اجايه عمل استحواذ كويس جدا، كل كوره بتتلعب له في الثلث الاخير واخدها من دفاع الزمالك، كل تقريبا نسبه التمرير بتاعته تكاد تكون 99%، يعني مش عايز اقول 100%، يعني ما غلطش يمكن في تمريره. كمان موفق جدا على الجون، انه جاب جون الاولاني هايل بلمسه واحده تسديده في، والجون الثاني الترن اللفه اللي عملها الكره كانت تعتبر وراه، يعني رمضان لما لعبها له قدر يستحوذ عليها ويلف بيها ويحطها يثبت عواد ويحطها بشكل جميل قوي. بنسبه يعني هدفين في مباراه زي ديت والتفوق في التمرير والاستحواذ وبتاع، فكان متفوق على نفسه. ايضا طبعا كان متفوق على يعني في طوال المباراه. ايضا قفشه في المباراه ديت من الناس اللي كان فارق جدا، لانه عمل استحواذ لفرقه النادي الاهلي بشكل كويس قوي 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 في نص الملعب مع اجايه، مع حسين الشحات، مع طبعا رمضان. حسين الشحات برضو عمل مباراه هايله، رمضان صبح، وان كان طبعا في مباراه سموحه افضل. عمرو السوليه وحمدي كانوا هايلين، بوكس ممتازين، كانوا هايلين قافلين كويس. تفوق الرباعي اللي ورا احمد فتحي وياسر ابراهيم عمل مباراه، ومتولي وعلي معلول طبعا كان متزن في المباراه دي، ما كانش بيهاجم كتير لانه عارف انه جابيه الزمالك اللي كان فيها شيكابالا والنجاز هي باستمرار هي كان ضاغط عليهم دايما من نص الملعب يا كابتن اسامه، كان ضاغط عليهم من نص الملعب. فانا اقصد ان هو يمكن ما ظهرش في الناحيه الهجوميه بشكل عالي في مباراه الزمالك، ولكنه كان ليد جون في التمركز الدفاعي كويس جدا هو واحمد فتحي.
ده هي يا كابتن اسامه الحته دي اللي خلتنا التركايه اللي حضرتك قلت فيها لغايه الدقيقه 65. بعد ال 65 دي ما كانش نتيجه تغييرات المنافس، لا نتيجه الظروف الطارئه اللي حصلت باصابه قلبي الدفاع. الاثنين مع بعض، الاثنين مع بعض. طبعا العامل الاولاني انك انت من كتر الجهد اللي عملته في ال 65 دقيقه كميات جري كانت عاليه، عشان كده انا قلت لك الاصرار والروح. يعني من المباريات اللي بقالنا فتره ما شفناش الروح بالدرجه دي. يعني كان في قتال. انا في كوره لياسر ابراهيم طلعها انا خفت يجي له تمزق فيها. يعني كانت في ظهره بمسافه وهو رفع رجليه لما عمل دبل كيك. صعبه جدا، ما هو اتخبط فيها وغير بعدها. لا صعبه جدا. فانا اقصد اللعيبه كان عندها روح واصرار غير طبيعي. خلق الدوافع ليهم قبل المباراه وفي تدريبات، والكابتن خطيب حضر الاجتماع معاهم في ارضيه الملعب. طبعا كان في خلق دوافع ممتازه. طبعا واضحه جدا في اللقاء. يعني هي دي فرقت كتير جدا في اللقاء. طبعا الاصابات اللي حصلت والتغييرات، انك انت هاني لعب ماتشات كتيره مساك ونزل، ولكن المشكله الاكبر انه طبعا لما جيت انت في الثلث ساعه الاخيره وابتدت ناس تتعب، كان ابتدى يحصل طبيعي. يعني حصل بعض من كتر الجري حصل بعض التعب لبعض اللعيبه، منهم حمدي فتحي اللي هو كان عامل مباراه ممتازه بالظبط. رجع في مركز المساك وهو تعبان. يعني هو رجع في مركز قلب الدفاع. على فكره حمدي فتحي لعب مع امبري المكان ده ولعبه قبل كده، يعني لعب في المكان ده، مش ما لعبش فيه اصلا. وفي ناس فاكره ان هو ما لعبش فيه. ده هو المهم يعني بالنسبه لي ان ريني فايلر يا كابتن اسامه تشعر في تغييراته او حتى في تشكيلته. ده شاف الاهلي اخر سنتين، او شاف حتى اللعيبه دي بالتقارير لما جت من فرق ثانيه. اكيد يعني اكيد. لا ده دخل في تفاصيل طبعًا. التفاصيل طبعا اكيد شاف، واكيد برضو جهاز المعاون اللي هو سامي المصريين، يعني سيد عبد الحفيظ وسامي قمصان اكيد قالوا له، اللي هم شغالين مع الفرقه وعارفين الفرقه، ان في هاني بيق ممكن يلعب مساك، ان فتحي ممكن يلعب مساك، ان احمد فتحي ممكن يلعب مساك، يعني قلب الدفاع يلعبوا قلب دفاع. فاكيد برضو في معلومات واصله له، مش بس فرجته. يعني اكيد طبعا هو اتفرج وقدر، بس اكيد في برضو المساعدين اكيد وسيد اكيد قالوا له ان ده ممكن يلعب في المكان ده وده ممكن يلعب في المكان اكيد يعني. فلما لعب حمدي وهو تعبان ابتدى يحصل خلل شويه في منطقه القلب الدفاع. مش من ان هم يعني يمكن لو لعبوا المباراه من بدايتها وهم في كامل طاقتهم، لكن هزت ان اثنين قلبي دفاع يتغيروا واثنين تانيين يلعبوا، مع طبعا ضربه الجزاء، عشان انا بقول لك كده بنزول برده مصطفى محمد، فهي جت مع بعض. مصطفى محمد ايضا لعيب خطير ولعيب واعد وهيبقى من افضل لعيبه في مصر، انا في وجهه نظري، لان انا مرنته في طنطا وكنت متوقع له هذا الكلام وانا معاه في طنطا يعني. فالاثنين جم مع بعض، وفجت ضربه الجزاء دخلت الزمالك في المباراه، ثم ضربه الجزاء الثانيه، فطبعا يحصل توتر طبيعي بقى. انا يعني لما اكون كسبان 3-0 وانا متسيد اللقاء 100% وممكن النتيجه تطلع ل 5-6، وكانت تغييراتك اكيد رايحه في سكه وليد سليمان وصلاح محسن. مظبوط. ما خلاص بقى، ده انت 3 وبتضيع وممكن تعمل تعالي السكور ويبقى زي ماتش 6-1. ويمكن كانت الموضوع ماشيه في السكه دي، يعني كل اللي قاعد يتفرج على اللقاء الشوائق كانت بتقول كده. الشوائق. فجت النزول مصطفى مع رجوع فتحي وهو تعبان مع تغييره القلبيه الدفاع كلها جت مع بعض. هو عمل خطوره وهم كانوا يعني متغيرين السردباكين، فعمل يتهزى شويه ضربه جزاء. في ضربه جزاء ولسه ربع ساعه، طبيعه الحال حتى لو انت احسن فرقه في الدنيا، الطبيعي انك انت تكون 3-0 وتقدر تكسب 5 وبعدين النتيجه تتحول 3-2 ولسه الدقيقة 75 تعمل ارتباك، غصب عنك هتعمل ارتباك. يعني أولا الزمالك كان بعيد قوي عن اللقاء، لقى نفسه جاب جونين ولسه ربع ساعة، فطبيعي بيحصل استنفار حتى لو عشوائي، يعني حتى لو هو عشوائي. جت باي لك. لا يعني حتى لو عشوائي. ما نقللش منهم، هم فرقه كبيره. لا ما اقصدش ناصر، يعني حتى نتيجه الظروف اللي هي بتاعت الاصابات اللعيبه. حصل انك انت جبت جونين وناقص ربع ساعه، اكيد معنوياتك هترتفع، والتاني هيبقى خايف قوي على بعد ما كان كسبان 3 والامور ماشيه سهل، ان ممكن التانيين الفريق المنافس يتعادل. فهي الظروف حصلت كده، لكن انت 65 دقيقه كان اداء رائع في كل حاجه. يعني
زي ما قلت لك الضغط، الاستحواذ، سهولة الأداء، الإصرار والروح، التغطيات الدفاعية مع بعض، سواء الأجناب أحمد فتحي ومعلول أو الاثنين قلبي تحرك دفاع، الفريق كتلة واحدة، تحرك الفريق كتلة واحدة، الهجمات المرتدة ما هي تعتبر شبه، يعني هي مش هجمه مرتده تحديدا ولكن شبه هجمه مرتده اللي هي الجون الثالث. من لمستين ثلاثه لقيت نفسك وصلت لل 18. يعني فكل حاجه كانت ماشيه بشكل كويس. ده في كوره في الشوط الاولاني اتنقلت حوالي 10 نقلات. مظبوط. بدون ما بتقطع الكوره. مظبوط. ما انا بقول لك خلاص انفراد، لو كان اجايي ما كانش يعني كان بصل كرة رمضان صبحي كان بقى هدف، لكن طبعا لما سدد الكوره حطها على ال 18 الكره دي من يمكن ناس كتير مش واخده بالها ان اللعبه دي تحديدا من اهم اللعبات اللي حصلت في الشوط الاولاني. مظبوط. الاهلي مرر 10 تمريرات وصل بيها المرمى المنافس. لا صحيح. وبعد كده حصلت بقى هي التغييرات، في ناس ابتدت تقع زي ما قلت لك، المتغير الاثنين قلبي الدفاع، وبعد كده كمان طلع كان التغيير الثالث، انت طلعت اجاييه ونزلت اجاييه، طلع ونزل مروان في اخر طبعا عشان ممكن يكون مستر فايلر شاف انه مروان يقدر يتعامل يعني كان جاي يجري كميات جري كبيره، انه يقدر يتعامل في الكور العاليه، انه يقدر تتحضن يعني تطلع عليه، يعني اللعيبه بقت مضغوطه شويه فتقدر تعمل الكرات مثلا طويله يقدر تطلع عليه بعد كده يمسك كرة، فكانت فكرة برضو. لكن زي ما قلت احنا استحقنا المباراة دي عن جدارة واستحقاقها. الدروس المستفادة يا كابتن أسامة برضو دور الشناوي في المباراة. طبعا يعني الشناوي على فكرة هو اللي عمل أساس الجون التاني. الشناوي على فكرة يعني في أفضل حالاته من ساعة ما كاس العالم، يعني كاس العالم أداه بشكل مميز جدا وكان من أفضل لعيبة مصر في كاس العالم إذا كانش هو نمرة واحد في كاس الأمم الإفريقية هنا. كل الناس أشادت بيه إنه طبعا ما ننساش برضو دور أحمد ناجي وطارق سليمان، يعني معاه طبعا هنا في الأمم الإفريقية كل الناس قالت إنه هو رقم واحد وكان مميز جدا. في ماتشات الأهلي كلها ما شاء الله بيقدم مستوى ثبات كبير جدا، حتى امبارح في مباراة سموحة لما نيجي نتكلم عليها يعني اخطاء بسيطه جدا في 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 فتره طويله اللي هو لعب فيها، يعني سواء من كاس العالم وبعد كده في الدوري او الكاس او هنا في مباراه الزمالك او امبارح في مباراه سموحه. امبارح مباراه سموحه برده كان مميز جدا، فبصراحه في حاله يعني فنيه و يعني عارف احنا بنقول عليها فورمه، يعني الفورمه مش بس نواحي بدنيه او نواحي فنيه او نواحي بهاريه او نواحي فنيه، حتى عقليا واضح انه الله اكبر يعني مركز وماسك في الفرصه ومهتم، يعني هو مش سامع اي حاجه وقافل على ودنه. لا بصراحه قافل يعني. فطبعا دوره مهم جدا مع النادي الاهلي في معظم الماتشات اللي فاتت، منها مباراه امبارح، يعني كور كتيره في مباراه سموحه عرضيه بيطلع فيها او الكورنرز وكده بيطلع فيها بثبات جدا، بياخدها صح. بياخدها بثبات يعني ما فيهاش قلق بالنسبه له. فبرضه طبعا دوره كبير بصراحه. طيب مباراه افريقيا حضرتك وصفتها بطبيعتها بشكلها وقبل مباراه السبت اللي جاي، وان شاء الله نتخطى مباراه السبت الجاي كابتن ان شاء الله باذن الله. المقياس بقى والبدايه في افريقيا من دور ال 16 دور المجموعات دي يعني المباراه الجايه ما اعتقدش انها هتبقى من السهوله ان النادي الاهلي يتخطاها، بس مش معنى كده طبعا لعيبه النادي الاهلي فاهمين القصه دي، انه حتى كابتن سيف في تصريحاته قال لا مش فاهمين، فاهمين طبعا انه 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 لازم يتعاملوا بجديه لكن احنا بنتكلم واقع واضح ان هي فرقه يعني هنقول عاديه، مش هنقول متواضعه، بس يعني فرقه واضح ان هي فرقه عاديه. يمكن احنا ما اتفرجناش على الماتش، ما شفتوش انا بصراحه، ما كان لكن طبعا القناه ذاعته بعد مباراه الزمالك ما شفتوش للاسف. لكن طبعا شفت الجونين، انك برضو تكسب 2-0 بره ملعبك دي نتيجه كبيره مش قليله. فانا اعتقد ان النادي الاهلي هيكسب هنا، مش عايز اقول يعني بسهوله عشان ما حدش يطمن ويرتخي يعني، لكن دي احنا بنقولها كده كمحللين، لكن اللعيبه لازم تبقى فاهمه انه لازم يقاتل في كل وقت. أكيد. سواء فرقه ضعيفه او فرقه قويه او متوسطه او كده،
فان شاء الله انا ما عنديش شك ان الاهلي ان شاء الله يتخطى الدور بسهوله وممكن يجيب كمان يعني ان شاء الله يجيب سكور يعني ثلاثة يعني أربعة ان شاء الله على الاقل باذن الله يعني في المباراه ديت ونتخطى دور ال 32 ونوصل لدور 16 في المجموعات ان شاء الله باذن الله. طيب ايه اللي لمسته في اداء ريني فايلر سواء في مباراه افريقيا او حتى مباراه الزمالك ثم مباراه سموحه؟ خاصه ان ريني فايلر في تصريحاته قال الفتره الحاليه انا بشوف كل اللعيبه عشان اقدر اقيم المجموعه اللي معايا والتشكيل اللي معايا في الفتره اللي جايه. ما هي وضحت، ما انا قلت لك طبيعه الحال. انا بقول لك انا من شغلي مع مدربين اجانب او وانا بلعب، طبيعه الحال ان 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 فرقه كسبت 2-0 بره ملعبها واول ماتش ليا انا توقعت مش فيش تغييرات. حصل في ماتش الزمالك 3 تغييرات، سيبك طبعا في تغيير ياسر ابراهيم اضطرارية عشان كان ايمن اشرف موقوف، لكن هو غير تغييرتين تانيين، ابتدى باجايه ودي كانت مفاجاه في مركز راس الحربه، وابتدى بحسين الشحات اللي هو كان بعيد عن مباراه كانوا سبورت. مظبوط. فده دليل ان هو يا اما هو عنده رؤيه في شافها في التدريبات شاف فيها انه محتاج الناس دي في المباراه والاستحواذ وكده، او لايقاف مفاتيح الفريق المنافس. ايوه، ما هو انا بقول لك شاف انه جابها مثلا بتاعه شيكابالا وحمد النجاس كانت ماشيه بشكل كويس قوي في كاس مصر وعامله معظم هجمات الزمالك، فقال لك انه 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 رمضان مثلا وعلي معلول يقفله بالطريقه دي، ان حسين الشحات الناحيه الثانيه مهاري يقدر يعدي يقدر يقفل شويه اكتر من الشيخ مثلا من وجهه نظره، انا ما اعرفش بالظبط تفكيره ايه، مع احمد فتحي في الجبهه الثانيه شاف ان اجاي عنده استحواذ وبيقدر يقف على الكوره كتير ويقدر يلعب ما بين انه يبقى لعيب وسط ملعب وبعين مهاجم. مباراه سموحه بقى، فمباراه سموحه يعني احمد فتحي ما بداش، لعب محمد هاني. واضح حاجتين، تدوير او انه قال كمان ضغط المباريات السفر التوقيت كان ضيق جدا. واضح حاجتين في الـ في الـ في مباراه سموحه، اولا بصفه عامه المباريات بالذات للمدربين او الفرق اللي هتلعب بطوله افريقيا والدوري او بطوله عربيه والدوري او بطوله، محتاج لعيبه كتير جدا، محتاج لعيبه كتير جدا. انت شفت امبارح في مباراه السموحه يعني ربنا يشفي مروان محسن اتخبط في نخيره، انا سامع انه ممكن يقعد 3-4 اسابيع، سامع انا ما اعرفش بالظبط. حتى كان في عمليه جراحيه الصبح، طيب ربنا يشفيه يعني، في كسر في الوجه فيقعد فيها شهر على الاقل. ما هو لحظه اصابه متولي، اصابه متولي برضو، الاجهاد اللي حصل لياسر قبل كده، اصابه رامي ربيعه لسه الحمد لله راجع. فانت محتاج لعيبه كتير، عايز مخزون، مخزون على نفس المستوى، وده اللي تملي بيفرق النادي الاهلي. يعني النادي الاهلي عشان كده النادي الاهلي في على مدار الدوري بيبقى نفسه طويل، يعني ممكن الكاس او المباريات اللي بقى ماتش واحد ممكن تحصل فيها مفاجاه وتخسر احيانا، ده طبيعي في العالم كله، لكن انت بتلعب في كذا مسابقه والدوري عايز مشوار طويل وبطوله افريقيا مشوار طويل والكلام ده، عايز لعيبه كتير وعلى نفس المستوى. فمباراه الزمالك كانت يوم الجمعه ومباراه سموحه يوم الاثنين، مفيش شك ان مباراه الزمالك كانت واخده جزء كبير جدا من تفكير وجهد اللعيبه والجهاز ده، لانها بطوله مره واحده في مباراه والمنافس التقليدي، يعني الاثنين جايين مع بعض وكان لازم ليها يعني تركيز شديد جدا. بدليل ان هو حتى لما رجع من غينيا رجع فجر الاثنين، اتدرب يوم الاثنين بالليل. طبيعي. فانت بتتكلم الجمعه وعندك مباراه امبارح الاثنين، وعندك لسه مباراه السبت. لا يعني عندك الاثنين، لا انا بتكلم على المباراه الاولى في الدوري. الاولى في الدوري. معناه كده انك انت عندك سبت وحد وهتلعب اثنين، فعايزه استشفى يعني جامد جدا للعيبه انه يرجعوا لحالتهم. لكن ما اقدرش العب كل اللعيبه، ما اقدرش العب كل اللعيبه اللي لعبوا في مباراه الزمالك في نفس ابتدي بيهم بالظبط في مباراه بعدها بيومين. هيحصل فيه تعب، هيحصل فيه اجهاد، فهو طعم ببعض اللعيبه اللي عندها طاقه ومستريحه وغير
حوالي 5 تغييرات، يعني لعب بدا بمروان محمد هاني ورامي ربيعه وايمن اشرف. ايمن اشرف هو كان الطبيعي ان كان موقوف في مباراه قلبي الدفاع للظروف الاضطراريه اللي حصلت، ورامي ربيعه كان ممكن بينه وبين متولي. يعني الاربعه قريبين كان اي حد اتنين يلعب فيهم، فادي اتنين دول متغيرين اللي هو رامي وايمن. وهم محمد هاني ما يعتبرش اجهد لانه لعب تلت ساعه ولا 25 دقيقه في مباراه، او يعني ما لعبش وقت طويل في مباراه مظبوط الزمالك. ومعلول والسوليه وفتحي وجيرالدو ناحيه اليمين وقفشه ورمضان صبحي ناحيه الشمال ومروان محسن. يعني هو غير هاني ورامي ربيعه واشرف وجيرالدو ومروان محسن مكان فتحي، والاثنين قلبي الدفاع اللي هم محمود متولي وياسر، وجيرالدو مكان حسين الشحات، ومروان محسن مكان اجايه. هو اكيد شاف زي ما بقول لك عمليه تدوير، انه الوقت ضيق، ان الناس دي هتبقى عندها طاقه ان تقدر تدي دم جديد بالزبط. طبعا في ناس مصابه، في ناس حب يريحها، لان توالي المباريات هيحتاج الموضوع ده. ولكن في وقت من وجهه نظري مش هتقدر تغير كل مره 5 أو 6، في وقت لازم هتثبت شويه وهتغير في حدود ضيقه شويه، وفي وقت انت لسه عندك مسافه واول مباراه في الدوري والدوري طويل، انك انت غيرت والمستويات في مراكز كتيره فيها تقارب، لكن برضو التثبيت بيبقى مهم احيانا كتيره لما يكون المباريات فيها وسع شويه. الاهلي ادى الشوط الاول او اول 20 دقيقه بشكل جيد. رمضان صبحي من وجهه نظري انه كان اداؤه اتطور امبارح، عجبني جدا. يعني رمضان كوره كتير يعني في مباراه الزمالك والمباراه بتاعت امبارح في وقت ما بقاش يقف على الكوره كتير، مع ان في وقت انت بتحتاج انك تقف على الكوره، ولكن في وقت بيحتاج لمسه ولعبه او لمسه واحده بيلعب سريع، جهده بيتوزع بقى، يعني باذل جهد كبير، بيضغط كويس. طبعا جاب جون يمكن من احلى جوان لرمضان في، يعني هو تاريخه لسه في النادي الاهلي مش هنقول كبير قوي، لكن انا اقصد في الوقت اللي لعب فيه سنتين بيحتفل على طريقه ببيته. لا حطها حلو قوي يعني بيحتفل على طريقه ببيته لانه لسه جاي له مولود. مروان هو لعب الكره كويس لمروان، ومروان لف بالاثنين القلبين الدفاع وحطها له. هو السنده بتاعته والقرار عملها كويس قوي، يعني رغم انه رمضان لازم يتعلم كتير قوي وهو بيروح على الجون ازاي يجيبها جون، لانه رمضان يمكن احنا كان تملي مستر مارتن يقول له الكلمه ديت، رمضان ممكن يجيب جوان كتير جدا كتير جدا. رمضان صبحي ممكن يبقى من هدافين النادي الاهلي ومنتخب مصر والنادي الاهلي لو ركز في ال 18، لانه احيانا بيبقى عنده فرصه ان يجيب جون وتلاقيه يعملها بالعرض او يرقص تاني او الكره الجون الهدف اللي هو جابه امبارح من الاهداف الحلوه جدا، لانه قراره في اللمسه ثم انه يحطها تشيب باص كده والهاني سليمان طالع قرار ممتاز. يعني فهو امبارح انا شايفه انه كمان اعلى من مباراه الزمالك، يعني يمكن مباراه الزمالك كان هايل طبعا كان كويس، ولكن انا بقول في مباراه الزمالك مجدي قفشه وجيرالدو واجايه وحسين الشحات كانوا عندهم تفوق اكتر، لكن رمضان امبارح يمكن نمره واحد في فرقه النادي الاهلي. يمكن الشوط الثاني يعني بحكم ان زي ما قلت لك لاعب يوم الجمعه وبعدين لاعب يوم الاثنين، الناحيه البدنيه ابتدت تقل شويه، فعشان كده الراجل غيره في اخر يمكن 20 دقيقه ولا حاجه ونزل حسين الشحات، كان منطقي يعني. فهو وازن قسم الفرقه، يعني وازن انه 5 من اللي لعبوا يوم الجمعه مع الزمالك قعد بعضهم وادى نشاط بناس لمجموعه ثانيه، وبعدين اضاف الناس الثانيه في مده صغيره انها تنشط ثاني زي اجايه مكان مروان لما اتصاب، واعتقد انه لو مروان ما اتصابش كان هيكمل بيه، يعني ممكن يدي اجايه في وقت صغير قوي او ممكن ما يدهوش، او لكن اصابه مروان خليته يعجل باجايه. طبعا ده طبيعي. ورمضان زي ما قلت لك كان لاعب الجمعه وعامل شوط هايل الشوط الاولاني امبارح، كان ممتاز امبارح، ابتدى جهده يقل، فلاعب حسين الشحات ناحيه الشمال، وبقى خلى بقى الباقيين، يعني خلى جيرالدو يكمل للاخر،
مجدي قفشه نفس الشيء اللي قلته على رمضان، ابتدى يتعب شويه، كان عامل جهد غير طبيعي في مباراه الزمالك امبارح. كان بينزل بياخد الكره، بس امبارح اتلعب عليه يعني حسام حسن، طبعا بنقوله من هنا ربنا يشفيه و ألف مليون سلام. ألف مليون سلام عليه وهارد لك امبارح. طبعا كان لاعب عليه مان تو مان برقم 6، كان تعبه شويه مع الجهد اللي هو عمله في مباراه الاهلي والزمالك يوم الجمعه، فبرضه جه في الاخر وغيره ونزل وليد سليمان. فهو عمل تدوير للعيبه بين اللي هم لعبوا يوم الجمعه وبين اللي لعبوا، فدي حاجه كويسه من مستر فايلر طبعا، وطلع بنتيجه اللقاء. الاداء امبارح في فترات اقل شويه من مباراه الزمالك، لكن طبيعي يعني بعدها بيومين ومغير كذا واحد مره واحده، ويعني بدايه. فان شاء الله نتمنى الماتشات تبقى احسن الفترات الجايه. طيب فرصه عظيمه يا كابتن اسامه وانت معايا، واتكلمت على رمضان صبحي وادائه وتطور ادائه، وحضرتك كنت موجود مع مارتن يول في الفتره اللي رمضان جاله فيها عرض احتراف. مظبوط. انا فاكر وقتها، وبرضه صحح لي اذا كانت المعلومه مش صحيحه، مارتن يول كان ليه وجهه نظر وقتها في موضوع احتراف رمضان صبحي. مظبوط. وقال ما تستعجلوش على احترافه، لسه قدامه شويه وقت على ما يستوي. المسمى بنفس الكلمه والكيفيه والفلسفه اللي اتقالت وقتها يا كابتن اسامه. بص، عشان الجمهور هيسمع الكلام ده اول مره. احنا مارتن يول كان في ساعتها ايفونا ورمضان صبحي، ودي انا شايف ان من الغلطه اللي احنا عملناها انه الاثنين دول مشوا في وقت دقيق جدا من الموسم. حتى في مباراه الزمالك بتاعه الكاس رمضان يعني كان حصلت ظروف، ويمكن قعد احتياطي، كان ظروف صعبه، هو الراجل بصفه عامه بالذات على رمضان ما كانش عايزه يمشي يعني، ولا كان عايز يمشي ايفونا برضو، بس ايفونا خلاص كان اضطراري، فهو قال طب مش مشكله في ايفونا، بس هو ما كانش عايز رمضان يمشي خالص، قال لسه بقى وقعد معاه اكتر من مره. وكلمنا انا وكابتن سعد حفيظ اكتر من مره انه يعني والاداره وكده، ولكن كان خلاص هو رمضان كان واخد قرار انه يمشي وكده، فكانش ينفع يقعد غصب عنه يعني. لكن هو مارتن ما كانش عايز رمضان. مارتن يوم دي تجربه في الدوري الانجليزي، فعارف الاجواء وعارف عقليه رمضان وعارف التوقيت امتى يبقى مناسب. يعني هو كان بيقول لنا، وتحديدا يعني انا اتكلمت معاه وهو قال لي كده، انه رمضان لو فضل السنه دي معايا انا هجيب له عرض احسن من ده. باللفظ كده، انا هجيب له في عرض في احسن من ده سعرا وفرقه احسن. وما كانش عايزه يمشي خالص، بس هو خلاص كان رمضان مصمم انه يمشي وحصل تجربه وعايز ياخدها. تجربه وعايز ياخدها وكده. ومن الحاجات اللي كان مستر مارتن بيتكلم فيها وبيقول انه رمضان طبعا لسه شاب وصغير، وكمان لازم يشتغل على الجون كتير يعني لازم، ودي فعلا رمضان لو طور نفسه فيها هيبقى زي ما قلت لك هيبقى من الهدافين، لانه بيوصل للجون بسهوله، بيوصل كتير وبيوصل لداخل منطقه الجزاء بسهوله جدا. ده حقيقي يعني، يقدر بيقدر يغير اتجاهاته، بيقدر يعدي بسهوله، بيقدر يحتفظ قوي، بيقدر يحتفظ بالكوره، بيقدر بس تملك قراره لما بيوصل ممكن يبقى في موضع انه يجيب جون يباصيها للي جنبه او ما يسددش او فان شاء الله نتمنى انه هو ياخد باله من اللي حصل ده. يخليني اسالك ده وقتها حصل ليه؟ لان احنا لو بنلاحظ رمضان بعد سنتين الجزئيه دي لا اختلفت شويه، طبعا زاد اكتر. طبعا طبيعي، انت رمضان لما كان مع يعني مع مستر مارتن وانا الكلام ده من 2003 سنين 2016 انت كان في ثلاث سنين ضاع منهم سنه في انجلترا، بتخلي لعيب بتخلي اللعيب ينضج اكتر، بتخلي له اديته خبرات اكتر في ماتشات، في 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 حتى في جو احترافي حتى لو ما كانش بيلعب كتير، بس شاف في سنتين لعب بعديها معاه يعني رجع معاه، فخد خبرات طبعا بالزبط. من كتر اللعب وحتى العقليه بتنضج اكتر طبيعي. فهو لازم يشتغل على النواقص اللي عنده، لان هو عنده مقومات كتيره جدا كويسه، من ما شاء الله جسمانيا مهاريا هايل، تغيير اتجاهات لما بيحب يلعب من لمسه واحده او لمسه ولعبه ممتاز، الكره ما بتروحش منه بسهوله، حاجات يعني كتيره. فهو ما شاء الله. فامبارح هو بصراحه من المباريات اللي عجبني فيها، ولكن زي ما قلت لك الشوط الثاني طبيعي انه كان اداؤه بيقل لانه لعب يوم الجمعه، والمباراه دي كانت امبارح الاثنين يعني. فرصه عظيمه برضو وانت معايا يا كابتن اسامه، لان بسترجع معاك ذكريات التاريخ، لان جمهور الكوره
اوقات كتير في عصر السوشيال ميديا بيتناسى اللي حصل قبل كده او ما بيعرفش التجارب العمليه اللي النادي الاهلي خاضها قبل كده. حضرتك كنت شغال مع مانويل جوزيه في 2001 في جهاز مع الكابتن مختار مختار وكابتن حسام، وكان ساعتها مانويل جوزيه هو المدير الفني، ومانويل جوزيه وقتها ما كانش سي في عالي، واشتغلت مع مارتن يول وكان السي في كبير. الجزئيه دي وانت ليك تجربه هنا وتجربه هنا، هنا كان في تجربه نجحت وهنا تجربه لم يكتب لها نجاح ولم توفق. تقيمها ازاي وتحكمها ازاي عشان الجمهور يبقى عارف بقياس النجاح بالنسبه له ازاي؟ هو طبعا مستر مانويل جوزيه من افضل الفترات الواحد يعني اشتغل فيها وكانت نجاحات دايمه، حتى في السنه الاولى اللي هو مشي بعدها خدنا بطوله افريقيا من سان داونز، ثم خدنا كايزر تشيفز السوبر، ومن احسن السنين اللي لعبنا فيها كوره في سنه 2001 في الدوري حقيقي. وطبعا الناس مش هتنسى المباراه الشهيره بتاعه 6-1 و4-4 4-4 مع الاسماعيلي. طبعا 6-1 لسه هتكلم عليها، لكن 4-4 اللي هي فرقت كتير قوي في الدوري، كنا احنا هنا متفوقين على النادي الاسماعيلي، ولكن في اخر ثانيه جت جون التعادل اللي هي اتشاطت وشادي محمد كانت غصب عنه كرة داخله جون ولمس حطها بايده، لا ما هو غصب عنه لانها كانت داخله، ده شالها ولا احسن حارس مرمى، هي كانت داخله ما هيعمل ايه، اصل هي بعيده عن دماغه فهي غصب عنه يعني بالظبط. لكن هم تعادلوا بيه وثم هم كسبوا المباراه الاخيره، واحنا تعادلنا مع بلديه المحله على ما اتذكر. المهم ان احنا خسرنا بفرق نقطه او حاجه، والاسماعيلي طبعا كان برده فريق قوي جدا ساعتها كان عامل دوري، لكن الاهلي كان ممكن جدا ياخد الدوري ده، ومشي بعديها مستر مانويل جوزيه، وطبعا كسبنا نادي الزمالك 6-1 المباراه الشهيره. ورجع مستر مانويل جوزيه ورجعنا معاه تاني في 2003 2004، وابتدى بقى الجيل اللي هو بتاع ابو تريكه وبركات ومتعب ومتعب واسلام الشاطر وعماد النحاس ومتعب وعماد النحاس وائل، وكان في بعضهم موجود من 2001 بس اشترينا الباقي وكملنا. طبعا حصلت بقى انجازات غير طبيعيه في افريقيا والدوري وفي اليابان فطبعا مانويل جوزيه من الناس اللي اثروا جدا في النادي الاهلي وحتى في اداء منتخب مصر بعد كده، ومن امتع الاوقات الواحد يشتغل فيها معاه وتاريخ كبير. ايضا مارتن يول مدرب كبير جدا، ومش ممكن واحد اشتغل في الدوري الانجليزي والهولندي ومسك اياكس ومسك توتنهام ومسك توتنهام مده طويله جدا واشتغل اكتر من 10 سنين في الدوري الانجليزي انه يبقى راجل. عشان كده انا قلت لك عوامل النجاح مش بس المدير الفني، في احيانا حاجات بتخش، حاجات بتخش ممكن نواحي ماديه، ممكن في الوقت ده حد مش موفق في حاجه معينه، ممكن انتقالات لعيبه، ممكن توقيته اللي جه فيه، ما هو ده برده من الحاجات. يعني مارتن يول جه في نص السنه بعد الكابتن زيزو، كابتن زيزو كان عامل موسم كويس واحنا استلمنا، اشتغلت معاه مباراه واحده ثم استلمنا منه. مارتن يول جه في نص السنه الثاني وماتشات كانت مضغوطه قوي وحصلت ظروف ما وفقش فيها. عشان كده انا بتملي بقول للناس انه مش شرط ابدا قياس النجاح مش السي في واسم المدرب فقط، لا في تفاصيل تانية كمان، في تفاصيل تانية. فمارتن يول مش معناه ان هو الفتره دي ما كانش موفق، لا مارتن يول برضو لو كان كمل مع النادي الاهلي كان هيحقق نجاحات، انا متاكد من دي لان هو مدرب كبير ومدرب تاريخه كبير، بس هو قعد 4 شهور. ما انت برضو 4 شهور ومضغوطه وحصل عدم توفيق في مباراه الزمالك تحديدا اللي احنا كنا متسيدينها، ما دي برضو حاجات غريبه جدا في الكوره بتحصل. احنا في مباراه الزمالك ويمكن انا ساعتها قلتها كده الناس ما كانتش متقبلها مني، بس اي حد يتفرج على الماتش ده تاني، الماتش اللي احنا خسرنا فيه في نهائي الكاس احنا كنا افضل كتير، بس حصلت اخطاء كده خسرتنا، وكره مؤمن زكريا اللي جت في القائم وطلعت كانت تبقى التعادل واحنا راكبين الماتش خالص في وحصل انه. فهو ساعات التوفيق ما بيجيلكش، ف بس ما احكمش، انا برضو عايز ما احكمش تجربه 8 9 سنين بتجربه 4 شهور عشان افرق بين مدرب ومدرب. لا، مستر مانويل جوزيه نجح نجاحات غير طبيعيه مع النادي الاهلي ومن المدربين اللي علموا علامه كبيره جدا في تاريخ النادي الاهلي، ولكن مستر مارتن يقول برضو ما اقدرش اقارن انه التجربه لانه ده قعد 4 شهور ومشي. كان ممكن جدا لو رجع السنه اللي بعديها او ابتدى الموسم او قعد فتره اطول كان يحقق نجاحات. مظبوط. فعشان كده انا قلت ايه، انه كل مدرب في العالم بما فيهم مورينيو
واللي هو كان فترة بيصنفوه نمرة واحد، رقم واحد في العالم سبيشال، وجارديولا اللي هو بيصنفوه رقم واحد في العالم، ودلوقتي اللي حصل مع ريال مدريد مع زين الدين زيدان اللي هو كان مصنف وواخد ثلاث دوري ابطال اوروبا، انه الناس فاهمة انه المدرب عمره ما ليه تجارب فاشلة في حياته او مش موفقة. لا طبعا ده طبيعي في كرة القدم. اذا كرة القدم هناك معايير وهناك ظروف قد تسمح لك بالتوفيق والنجاح طبعا، وقد لا تسمح لك ايا كان اسمك وايا كان السيره الذاتيه. وبعدين كمان المده بتفرق، بمعنى ايه؟ فتره الشغل. ما تجيش انت تقيم لي، تيجي تقول لي مثلا واحد اشتغل 15 سنه وفشل مع فرقتين ثلاثه ومثلا ما وفقش في الفرقه دي وما خدش الدوري في الفرقه دي، وتيجي تقارنه بواحد ما ابتداش حاجه خالص وما ممسكش حاجه خالص وماسك فرقه مثلا لمده موسم، تيجي تقول لي ايه انت ده افضل ولا ده افضل؟ ازاي؟ ما هو اللي اشتغل كتير لازم هيبقى فيه خطا. تمام. يعني لازم هيبقى عنده بعض الاخطاء. فرصة انت اشتغلت مع هنا وهنا، فهل المقياس بالنسبه للجمهور؟ لان الجمهور ابتدى يقيس المقاييس بشكل مختلف خالص. لا، هو السي في بيدي لك اوبشن، بيدي لك يعني ايه سقف او مستوى تبدا منه، إن حاجه مطمناك ان السي في. لكن ممكن جدا واحد ما يبقاش عنده سي في عالي وينجح، وممكن واحد يبقى معاه سي في عالي وما يوفقش. ده حقيقي. لكن اساسا انه السي في ده قاعده بتبني من عليها يعني. اكيد. كابتن اسامه انا بشكرك شكرا جزيلا وسعيد بالحوار معاك، ولو في كلمه اخيره تحب تختم بيها. متشكر ان انا معاك، وشكرا لجماهير النادي الاهلي، ونتمنى التوفيق الفتره الجايه للنادي الاهلي والكره المصريه، ويعني بالتوفيق ان شاء الله دايما. وبالتوفيق ليك يا رب دايما كده، ونشوفك في افضل الاماكن لانك تستحق. ليك تاريخ طويل جدا، كابتن تاريخي للنادي الاهلي، وكمان مدرب ليك باع طويل سواء مع النادي الاهلي او حتى مع المنتخبات الوطنيه. الله يخليك. شكرا لك كابتن اسامه. شكرا لك. فقره كانت مهمه جدا، فقره حواريه مع الكابتن اسامه عرابي، اتكلمنا فيها عن كل التفاصيل سواء فيما يتعلق بالنادي الاهلي والمشوار الافريقي والبدايه المبشره والجيده لرينيه فايلر والجهاز المعاون ليه مع النادي الاهلي خلال الفتره القادمه. وقلت لكم كل ما اكون موجود معاكم هقول لكم نفس الجمله، يعني اتعاملوا مع جهاز الفني للنادي الاهلي ومع ريني فايلر على انه مشروع للكره في النادي الاهلي خلال الفتره القادمه. فكره المشروع دي بتديك مساحه انك تقيم وتشتغل لفتره كويسه جدا، وتدعم للفتره الجايه بشكل ايجابي جدا. ده اللي محتاجينه في الفتره اللي جايه. عندنا احسن لعيبه في مصر، ومش بالاسماء او بالالقاب، لا بالنتائج وبالارقام. الفتره الجايه عندنا بطوله افريقيا هنشتغل عليها بشكل كويس جدا، محتاجين العوده لافريقيا اكيد الفتره اللي جايه، لكن ان شاء الله باذن الله القادم هيكون افضل للنادي الاهلي والجماهير النادي الاهلي، وايضا كمان بالنسبه لمنتخبنا الوطني في الفترات القادمه. شكرا لحضراتكم، وبعد الفاصل عمر ربيع ياسين وفي ضيافته الكابتن صديق الجمال، وحديث اكتر عن المرحله القادمه ولجنه اكتشاف المواهب في النادي الاهلي.